امبارح كان في توجيه مهم جدا من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزياده المخصصات الخاصه بالاسر الاكثر احتياجا في البطاقات التموينيه لاجراء من الاجراءات الحمائيه اليوم وبنتكلم هنا على زياده وصلت لحد 300 جنيه للبطاقه اللي بتضم ثلاث اسر و100 جنيه للبطاقه اللي فيها اسره واحده. في ذات السياق ايضا والنهارده وزاره التموين بتبدا صرف السلع التموينيه على بطاقات التموين وده بعد الزياده اللي وجه بيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمه الاجراءات الحمائيه الاجتماعيه الاستثنائيه اللي بتمتد لمده ست شهور. تعالوا نروح لمحافظه الجيزه ونتابع عمليه صرف السلع والزيادات اللي بتتم لاضافتها او الزيادات اللي بيتم اضافتها للاسر الاكثر احتياجا في بث مباشر مع زميلنا احمد الحسيني. احمد صباح الخير قول لي ردود فعل الناس عندك وصرف عمليه السلع التموينيه على بطاقات التموين صباح الخير يا احمد صباح الخير للمشاهدين صباح الخير يا مصر بالفعل ردود فعل ايجابيه جدا النهارده مع صباح اليوم بالفعل بدات مديريات التموين في مختلف محافظات الجمهوريه بدء صرف السلع التموينيه بالزيادات الجديده اللي اقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للاسر الاولى بالرعايه خلينا نتعرف على التفاصيل هذا الخبر وايه هي الزيادات الجديده ويعني ايه الاسر الاولى بالرعايه كمان احنا واقفين هنا في محافظه الجيزه امام احد الاماكن اللي بيتم صرفها صرف هذه السلع الغذائيه في المحافظه معانا ضيفنا الاستاذ طلعت حسن مدير مديريه تموين الجيزه ووكيل الوزاره صباح الخير استاذ طلعت يعني كلمنا يعني ايه الاول الاسر الاولى بالرعايه الأول صباح الخير على سعادتكم وصباح الخير على الشعب المصري أجمعين وعلى فخامة الرئيس في أول يوم لتطبيق الحزمة الاقتصادية الإضافية الحزمة الاجتماعية الإضافية اللي هي 100 جنيه للأسرة الواحدة 200 جنيه للأسرتين وثلاثة 300 جنيه لأكثر من ثلاث أسر في ظل هذه في ظل الظروف الاقتصادية اللي بيها العالم كله وبنشكر معالي الوزير والساده المحافظين ان شاء الله بالنسبه للموضوع دوت بدا تطبيقه اليوم في زي في انه بيجي دلوقتي انا معايا حتى حاجات ممكن تنشروها حضراتكم بيجي في بون العيش انه يتم اضافه 100 جنيه للاسره الواحده و200 جنيه للأسرتين او ثلاثه و300 جنيه لاكثر من ثلاثه وبعدين بتنزل على بون صرف السلع التموينيه لو ليه 200 جنيه اربع اربع افراد بتنزل عليه 100 جنيه او على حسب عدد الاسر هو يعني برضه هو تم التوجيه ان هو يبقى للاسر الاولى بالرعايه، عايزين برضه المشاهدين عايزين يعرفوا الاسر الاولى بالرعايه او مين المستحق لهذه الزيادات الجديده. الاسر الاولى بالرعايه اللي هي مستحقين التكافل والكرامه، اصحاب الدخول الضعيفه او اصحاب الدخول يعني البسيطه، الارامل والمطلقات، المراه المعيلة في ظل الشروط الموضوعة في الدخل, في الدخل. يعني وبعدين في, في دي بس 9.1 واحد من عشرة مليون أسرة بعدد ستة مليون فرد مستوى محافظه الجيز على مستوى المحافظات اجمعين وعلى مستوى الجمهوريه 36 مليون احنا عدد البطائق حوالي 23 مليون على مستوى الجمهوريه 9 مليون بطاقه مستحقه يعني يعني بنسبه 33% المواطنين بنسبه تقارب ال 50% 64 مليون مواطن مستحق سلعه تمونيه اللي بياخدوا السلعه التمونيه المستحقين لهذا الدعم 36 مليون فرد استاذ طلعت يعني قبل ما انتقل لضيف اخر خلينا نتعرف رساله حضرتك للمواطنين لصرف هذه السلع التموينيه بالزيادات من اليوم ان شاء الله يتوجهوا للصرف وممكن يصرف على اربع مرات ويعني معالي الوزير نزل توجيه بانه ممكن الفرد يصرف على اربع مرات لو مش عاوز يصرف على مرتين يصف على ثلاثه له خلال الشهر يصرف المبلغ كله على اربع مرات من مظة لاربع مرات ان شاء الله. الاستاذ طلعت حسن مدير مديريه تموين الجيزه ووكيل الوزاره بالمحافظه بنشكرك شكرا جزيلا زي ما شفنا يا احمد المعلومات المهمه وهنتعرف اكثر على مزيد من المعلومات من خلال ضفنا ايضا الاستاذ هشام الدجوي وهو رئيس شعبة المواد الغذائيه في الغرفه التجاريه بالجيزه استاذ هشام بصب على حضرتك وكلمنا عن اليه تنفيذ وصرف هذه السلع التموينيه بالزيادات الجديده بسم الله الرحمن الرحيم كل وأنتم طيبين اولا النهارده 1/9 تنفيذ التعليمات مع الرئيس بالزياده اللي نزلت أعضاء الشعبة ورئيس الغرفة ومعالي وكل الوزارة نزلنا لفينا على المخازن عشان نتأكد السلع على الكلام دوت من كام يوم قبل قبل بداية الشهر لأن المفروض المخازن دي بيبقى عندها ثلاث شهور بضاعة موجودة عندها رصيد للمخازن اللي هي تبع الشركه المصريه وليس المخزون الاستراتيجي، المخزون الاستراتيجي ست شهور وسنه، احنا بنتكلم على المخزون اللي في الشركه المصريه اللي هي بتورد للمحلات التموين بيبقى عندها ثلاث شهور. بعد كده تجار التموين بيبقى عندهم 25% من قيمه التارجت اللي بيصرفوه طول الشهر بيبقى بدا عندهم قبل بدايه الشهر، يعني زي ما ساعتك شايف الساعه 9 الصبح اهو المواطن نزل لو 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 25% من المواطنين نزلوا في نفس اليوم هياخدوا بضاعتهم. والمخازن تعليمات معالي الوزير وتعليمات معالي وكيل وزاره ان المخازن شغاله الخميس والجمعه والسبت ومدير المكاتب نزلوا نازلين يوم الجمعه عشان يعملوا استعداد للتجار عشان العمليه تمنت تبقى سريع. بالنسبه للبضاعه موجوده كلها وبناكد ان الشاي موجود بكل اصنافه الشركه المصريه موفره الشاي الرز بقيه الاصناف وزي ما سعادتك شايف الكاميرا هتجيب كل حاجه بالنسبه للزيادات ادي الكوبونات هي اللي نزل عليها الزيادات ناكد للمو... ممكن نقراها اه ناكد للمواطن ان الكوبون هيطلع في ايدك كده اهو كويس البطاقه الاربع افراد بالمفروض بيبقى ليها 200 جنيه مكتوب هنا 300 جنيه يبقى معنى كده جالك 100 جنيه هي بتنزل على الكوبون بتاع العيش صريحه يعني الكوبون بتاع العيش من تحت بيقول لك انت جالك 100 جنيه لمده 6 شهور جالك 200 جنيه لمده 6 شهور 300 وكذا الكوبون بتاع التموين بيجي بالشكل ده الكوبون يجي الاسم بكل التفاصيل بكل عدد الافراد عدد الافراد اربعه المفروض ليهم 200 جنيه بقوا 300 جنيه فمعنى كده ان هو جاله 100 جنيه الاربع افراد دول بياخدوا 4 كيلو سكر 8 كيلو زيت 2 كيلو رز هنقول مجازا ب 200 جنيه ال ال بقيه ال 100 جنيه بياخد بيها دي صلصه مربى تونه ايا كان المنتج اللي هو عايزه البيت بيبقى محتاج كل المنتجات فالتنوع موجود والاصناف كلها موجوده استاذ هشام الدجوي رئيس شعبه المواد الغذائيه بالغرفه التجاريه بالجيزه بنشكرك شكرا جزيلا وعايزين نأكد كمان يا احمد ان من حق المواطنين اللي هم يعني اللي مش هيقدر يصرف النهارده يعني خلال الايام القادمه يقدر يصرف براحته بالزيادات الجديده ده كان المشهد هنا في واحد من أماكن الصرف داخل محافظة الجيزة وبدأ النهاردة على مستوى محافظات الجمهورية في جميع الأماكن بدء الصرف بسلع التمونية بالزيادات الجديدة عودة مرة تانية ليك أحمد وجمانة في الاستوديو الصباح الخير. شكرا ليك أحمد الحسيني وبالتأكيد الشكر موصول أيضا لضيوفك الكرام